احنا كده كل جل اهتمامنا دلوقتي هو قانون الاحوال الشخصيه المصريه، واللي تم تعديلات عليه كتير جدا من سنه 1925 لحد النهارده. وطبعا التعديلات دي برضو يعني الى حد ما كانت يعني بتعمل على مكتسبات وحقوق للمراه والطفل، بس برضو ما زالت في امور كتير لسه ما زالت معلقه، زي مثلا موضوع الطلاق وتعدد الزوجات وموضوع اقتسام الميراث اللي هي الثروه المكتسبه اثناء الجواز اللي بتبقى الست مساهمه فيها بشكل كبير. ودي من ضمن مقترحات مؤسسه سولا، مؤسسه قضايا المراه، اللي احنا جايين النهارده علشان نحتفل بيوم المراه العالمي ونناقش على هامش الاحتفال مائده حوار لمناهضه العنف ومناقشة التعديلات التشريعية اللي احنا ناويين ان شاء الله نحطها مقترح بمشروع قانون هيتقدم لمجلس الشعب ان شاء الله، علشان نعمل شوية تعديلات خاصة بالطلاق المنفرد للزوج، وازاي ننظم ده بحيث ان ما يقعش فيه ظلم او غبن على الزوجة والاولاد، والتعدد برضه ان لو عايز زوجة يتزوج بزوجة اخرى، وكمان عايزين نتكلم في موضوع اقتسام الميراث، لان طبعا الزوجة بتحتمل مع زوجها حاجات كتير جدا لحد ما بيكون نفسه واقف على رجليه وبقى عنده ثروه، واول حاجه بيعملها انه يطلقها ويروح يشوف حياته. فطبعا هي بتبقى في الشارع بدون اي مصدر رزق وبدون اي مورد، لانها في الغالب بتكون ما بتعملش. فطبعا المواد دي لما تتعدل وكده هيكون فيها حمايه للمراه، وكمان رفع عبء عن كاهل المجتمع اللي هو بيبقى مطالب ان هو يحمي الفئات دي ويوفر لها مورد دخل علشان تعيش منه، والا هنبص ليه عندنا بقى الجرائم بتنتشر والناس هتعمل ايه طيب؟ فاحنا طبعا مشروع القانون ده مهم جدا جدا جدا، مش بس للمراه والطفل والاسره المصريه، للمجتمع باكمله. والمفروض يعني بطالب كل الناس وخاصه الرجال انها تدعم الموضوع ده، وخاصه بعد تصريح شيخ الازهر اللي هو قايد فيه كسب ان هو يجوز اقتسام الثروه عن طريق فرض الكسب والسعي بالنسبه للزوجه، ان هي لازم يعني من حقها انها تقتسم الثروه مع جوزها. هو فعلا المجتمع لسه مش مؤهل بشكل كافي، بس هو عنده خلفيه، يعني التعديلات اللي قبل كده خلت فيه خلفيه نقدر نبني عليها كويس جدا، وتساعدنا ان شاء الله في ان احنا نؤهله ونخليه يتقبل كل شيء ان شاء الله.